رفعتيها باش تهربي من هذه المسألة ديال دانيك. واليوم حنا جينا للجلسة الثالثة. الجلسة الثالثة السيدة الرئيسة أنا غادي نبداها بالشكر الجزيل للسلطة المحلية والسلطات على كل ما قاموا به من عمل استباقي في كل ما يخص الأمطار الأخيرة أمطار الخير. وبهذه المناسبة كنحيي جميع القطاعات اللي كانت اليوم مساهمة معنا باش الله اليوم ما كان فيه حتى شي كارثة الحمد لله. ولكن هادشي ما كيمنعش اننا حنا كمجلس نكونو درنا شي عمل استباقي. حنا كمجلس اليوم شنو درنا؟ شنو قدمنا؟ ما قدمنا حتى حاجة. اليوم معنا السيدة رئيسة لجنة التعميرة هي الأخت سمية بن كيران، ها هي معنا. شنو دارت في ظل هذا اليوم هادشي اللي كنعيشو ديال أمطار الخير؟ شنو دارت؟ هادي رئيسة لجنة التعمير كتقاضى تعويضات على المهام ديالها، نتحداها واش جمعات اللجنة. اليوم هذا مشكل، هذا مشكل كبير اليوم، مشكل ديال أمطار الخير اللي كانت. اليوم هذا مشكل كنشوفو كما وقع في الدار البيضاء. حنا اليوم كنا خصنا نديرو واحد العمل، وكانت الأخت اللي عندها لجنة كتجمع لجنة ونداولو ونشوفو شنو خص شنو اللي خص يدار. سيرتو حنا كنعرفو بأننا عندنا المدينة العتيقة وحي الملاح، كاينة واحد المجموعة ديال الدور عندنا في العكاري، واحد المجموعة ديال الدور اللي هما قايلين بالسقوط. كنا اليوم هاد الأخت هادي تجمع لجنة وناخدو واحد التوصية ونرفعوها للمجلس الجماعي، وعلى حنا مقبلين على الدورة ديال فبراير في المجلس ديال المجلس الجماعي. وهادشي كان خصو يكون مستعجل، للأسف الشديد ما داش. اليوم أنا كنطالب الأخت سمية بن كيران بإرجاع الفلوس للخزينة العامة اللي كتقاضى من هاد المجلس، لأن ما كتقومش بالدور ديالها. طرد اليوم طرد داك المبلغ لمدة 6 ديال السنوات اللي غنخدم، خصها تردو للخزينة العامة، لأن اللي كيقبل على راسو ياكل واحد الفلوس ما كيخدمش فيها كيتسنى كياكل السكت.
هذا السحت اللي كياكل شي فلوس وما كيخدمش فيها كيتسمى السحت. عندها تعويضات، عندها هذه نقطة خارج دول. لا 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 انا كنتكلم، لا 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 ما عجبكش الحال. Yeah.
هشام هشام اللي
السياسي داخل مجلس مقاطعة حسان عندي دقيقة ونص كلشي صافي. السلام عليكم، معكم بهير سعد مستشار ديال حي المحيط. كما تلاحظوا معنا في هذه الدورة الثالثة اللي تنجيو مستشارين ديال المعارضة، السيد الرئيس بواحد التسلط واحد الطغيان ما تعطيناش الكلمة، حنا تنجيبوا الهموم اللي كيعيش ساكنة في المحيط. بغينا السيدة الرئيسة ونمشي معنا المحيط شوف العرق ديال المحلات ديال شارع الكريم الخطابي بمناسبة الأمطار الأخيرة. كنا بغينا نسولوا السيدة الرئيسة على المعاناة اللي تعانيو الناس في المحيط من حاويات الأسباب. كنا تنتسناو السيدة الرئيسة تشوف لنا ديك الكهرباء اللي كاينين عدة أزقة قافيين في المحيط. كنا بغينا تجاوبنا على الاستقالات اللي عرفها الحزب ديالها، اللي هما أربعة ديال الاستقالات كنا بغيناهم تجاوبنا. السيدة الرئيسة في واحد النوع ديال التعجرف ما تتعطيناش الكلمة، باغا غير ترفع الجلسة. وأنا كمستشار جاي مع 10 وربع تلقى السيدة الرئيسة هزات الكتاب باش ما نوقعوش، باش يمكن لها هي ديك الساعة تقول لك النصاب القانوني ما كاينش. هادشي هذا سميتو العبث السياسي السيدة الرئيسة. راه ما جاوبتيناش اليوم راه ما بقالك والو، هادشي هذا جا ما بقالك والو السيدة الرئيسة. راه ذنوب الناس ديال ساكنة المحيط راه كاملة عليك السيدة الرئيسة. من هذا المنبر هذا تنشكر جميع الإخوان ديال المعارضة اللي كانوا هنايا الصباح الباكر وتهضروا بالصوت ديال الشعب. وعاش الملك. معكم دائما غير سعد المستشار ديال حي المحيط. السلام عليكم. لا شنو قلت انا على هشام الصوت شوية الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام القمحي مستشار بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط ومستشار مجلس مقاطعة حسان. اليوم كلكم عشتوا معنا هذا الحدث ديال مجلس مقاطعة حسان، اللي هي بالمناسبة الجلسة الثالثة من الدورة العادية لمجلس المقاطعة ديال شهر يناير. اليوم كتشوفوا الهروب ديال السيدة الرئيسة، اليوم كتهرب من الواقع، من واحد الواقع مر حنا كنعيشوه.
اليوم كيف ما شفتوا السيده الرئيسه كتهرب من مجموعه ديال الاسئله ديال المستشارين اللي هي كانت اسئله في الجوهر وفي الصميم. كيف ما كتعرفوا حنا المستشارين كنحملوا هم الساكنه. باش كتحمل هم الساكنه حنا كنجيو هنا من 4 شهور من الدوره للدوره باش كنقلوا هم الساكنه والقضايا ديال الساكنه. اليوم حرمتنا من الكلمه وحرمتنا من اننا نقلو هموم المواطنين. كيف ما شفتوا السيده الرئيسه حرمت لي انني حتى كلمه شكر لصاحب الجلاله. تخيلوا هذه ما كايناش في مجلس في المغرب، ما كايناش شي مجلس ما دارتش فيه اكبر مؤسسه في البلاد اللي هي البرلمان. قبل ما افتتحوا الجلسه كانت الاشاده بهذا الانتصار الدبلوماسي ديال صاحب الجلاله، ما خلاتنيش رفضات. بالله عليكم اليوم هاد السيده اللي كترفض نهضروا على القضيه الوطنيه، واش هاد السيده قادره تسير مجلس؟ ما قادراش. اليوم كاينه قضايا عالقه، ومن ضمن القضايا اللي كاينه عالقه هي اليوم قضيه ديال السيده الاخت سميه بن كيران، اللي هي بالمناسبه بنت رئيس الحكومه السابق عبد الاله بن كيران. هاد السيده هادي كتشغل هنا في المجلس رئيسه لجنه التعمير، وحنا كنا كنعيشوا كارثه بكل المقاييس اللي وقعت في مدينه الدار البيضاء. وحنا هنا بالنسبه لينا حنا في الرباط كنا كنتسناو من ربي الطف في الدار البيضاء، كنا كنتسناو نديرو واحد العمل استباقي هنايا في مدينه الرباط. السيده رئيسه لجنه التعمير كان بالاحرى انها تجمع اللجنه وتستدعي الاخوان المستشارين ونجلسوا هنا، لان كيف ما كتعرفوا كاين حي الملاح، كاين المدينة العتيقة، كاين العكاري، كيسخروا بواحد العدد ديال الدور اللي هما الأيلة للسقوط. كنا قلنا خصنا اليوم نكونوا كنتداولوا في هذه النقطة هذه، وكناخذوا واحد التوصية كنرفعوها للمجلس الجماعي، لأننا حنا مقبلين على الدورة ديال المجلس الجماعي. للأسف الشديد هذا الشيء كله ما دارش. هذا الشيء علاش ما دارش؟ لأن الناس ما جابش لنا كفاءات اللي غيسيروا المجلس. جابوا عندهم، وبالله عليكم أرجع معكم غير دابا لهذا الحضور، حزب العدالة والتنمية عنده 20 مستشار من أصل 38، يلاه حضروا فيه 4 ديال المستشارين. هذا العبث، هذا الاستهتار بالعمل الجماعي، هذا الاستهتار بالمواطنين، هذا الاستهتار بالساكنة، وشكرا.